يسعدنا أن يكون معنا اليوم أبطال فيلم مستر إكس النجوم أحمد فهمي ومحمد أنور وأس أس. يا أهلا وسهلا فيكم ومرحبا يا أهلا فيكم. الحمد لله على السلامة. شرف لينا منورين دبي. أهلا وسهلا فيكم. أمس كان العرض الأول في دبي، كيف شفتوا الأجواء؟ كيف كان التفاعل والانطباعات؟ تحب نبتدي من عندك؟ لا، احنا أول حاجة بنشكركم على الاستقبال اللي استقبلتونا مبارح. احنا جايين كنا فاتحين الفيلم بقالنا اسبوعين في مصر، الحمد لله كان عامل اصداء كويسه جدا في مصر وارقام كويسه، فكنا يعني احنا عارفين الذوق شبه بعض من زمان اصلا. انتوا بتحبوا الافلام المصري وبتحبوا اليومر المصري جدا، فامبارح ما كناش مستغربين من رد الفعل، بس بسطنا جدا ان هو كمان اكتر ما كنا متوقعين. واعتقد يعني ان شاء الله هيبقى فتحه خير علينا هنا في دبي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب لو نتكلم عن دور كل واحد منكم في الفيلم نبدأ. أنا بالنسبة لدوري أنا يعتبر اسمي أدهم، المفروض الدراع اليمين يعني المستر إكس. المفروض إحنا عاملين زي منظمة كده بتطلق الرجالة من الستات. يا سلام، والله محتاجين الموضوع. أنا عايز أقول لك إنه يعني قريب هيحصل من ده كتير في أغلب الدول يعني. لأن الفكرة عاجبة الناس قوي الحمد لله رب العالمين. مش الفيلم، الفكرة. صراحة روعة. وبالنسبة لك أس أس؟ أنا بعمل دور اسمه جابي. ده شخص كل مهمته في الدنيا إنه يضحك ويلعب، وباظت المهمة وباظتش مش فارقة معاه، ممكن يخون إكس ويخونهم كل يعني ما عندوش اي مبادئ. لا فاتح لكل حاجه يعني. ما عندوش مبادئ خالص. حرقت الفيلم ولسه هين فيلم ايه ده؟ دوري هو ده الفيلم. طيب وبالنسبه لدورك مستر اكس؟ بعد هو مستر اكس واحد عنده عقده مسببتها له هنا الزاهد اللي هي طيبه في الفيلم. فقرر ان هو بعد الجامعه بيعمل مؤسسه اندر كفر ما حدش عارف عنها حاجه لاي راجل مش عارف يخرج من علاقته الزوجيه. عايز يخلع بالظبط. ممكن يبقى مثلا متجوز اجنبيه فهتاخد نص فلوسه، وممكن تكون اهلها ناس مهمين جدا فهيأذوه. يروح له يحط سيناريو ازاي هي اللي تقول الحق برقبتي. عشان كده هو عجب الرجاله. والله عجبنا احنا بعد يعني فكره حلوه. ما شاء الله احمد والشباب تعودنا نشوفكم بالبطولات المشتركه سواء في السينما او حتى في المسرح. الى اي مدى هذا يضيف للعمل البطوله المشتركه؟ توزيع الادوار، الكيمياء اللي تصير بينكم؟ يعني انت ما شاء الله من مؤسسين يعني مساله البطوله الجماعيه على نقول مؤخرا او جيلنا احنا يعني. بص، هو فكرة يعني أنا ما بحبش كلمة بطولة أو بطولة مشتركة. إحنا بنعمل فيلم حلو يعني تمام. في الآخر أنت بتبص يعني أنت لو سألت أنور أو أسأس هم يهمهم قوي قبل ما يعمل فيلم بطولته أنه يبقى مشارك في عمل متكامل محترم كامل. وفي نفس الوقت أنت مستحيل يبقى في حاجة اسمها بطولة مطلقة أن أنت بتعمل فيلم لوحدك خالص. ما فيهوش أسأس، ما فيهوش أنور، ما فيهوش رحاب، ما فيهوش هنا. الفيلم الاول احنا اهتمينا بالسكريبت جدا، يمكن في الاول كان حتى انور اخر واحد انضم لنا في الـ في الـ في الفيلم، كان اخر اقتراح يعني عندنا مع ان احنا اصحاب جدا. احنا لو ما كانوش لاقيين يعني عارفين نجيب انور خلاص يعني. بس هو الفكره احنا اصلا كل يوم مع بعض، احنا اصحاب جدا بره. فانور بيبقى عارف كل حاجه عن الفيلم حتى لو مش هيشارك فيه. كان متطفل. ايوه يعني هم بيفكروا في الفكره، انا كنت بحاول اسمعهم. طيب خلونا نتكلم عن اخراج الفيلم، انتاجه، وين صورتوا، كيف كانت ظروف التصوير؟ هو الفيلم صعوبته ان هو ما فيهوش لوكيشن واحد تقدر تقعد فيه اكتر من 4-5 ايام. يمكن المكتب صح هو اللي كان المكتب هو المقر نفسه، لكن الفيلم فيه سفر في اليونان وفي سفر في الغردقه، في لوكيشنز كتير جدا، فده كان بيبقى صعب جدا على الجهه التنفيذيه للفيلم سواء كان مخرج او منتج. وكنا متفقين من الاول ان احنا عايزين نعمل فيلم كوميدي بيضحك جدا بس صورته تبقى حلوه دايما. انت عندك الفيلم الكوميدي ما بيهتموش قوي ان الصوره تطلع بدل صحيح. فبدانا نركز في ده، ومجرد ما هم حتى انضموا يمكن أسأس كان اول واحد على الفيلم. لا انا بس عايز اقول حاجه. اتفضل. احمد فهمي من النجوم
اللي احنا بنحب نشتغل معاه. حبيبي اسس، غير ان هو صاحبنا وغير ان هو موجود يعني دلوقتي، هو بيحب ان كل التيم اللي في الفيلم يبقى مبسوط واخد مساحته جوه الفيلم. حلو. ومش كمان على مستوى الممثلين بس، لا على مستوى المخرج المره دي. يعني احنا معانا احمد عبد الوهاب، ده اول تقريبا اخراج ليه فيلم سينما، لفيلم كبير، مش بدا بفيلم صغير، بدا بفيلم كبير، وكان اول اخراج ليه، كان فهم من اول الناس اللي دعمته واختاروه ان هو يشيل مسؤوليه فيلم زي ده. فهو كمان فهم مش بيدي فرصه كمان للممثلين اللي معاه بس، لا للمخرج كمان والمؤلفين والافكار. انت لو رجعتوا البوستر هتلاقوا فيه اكتر من 90,000 واحد في الورق. اي حد قال فكره ولو صغيره هو مدي له حقه وكاتب اسمه. والله احنا مش لانه احمد موجود يعني شهادتنا فيه يعني ممكن تكون مجروحه، لكن احمد معروف بالوسط الفني بتعاونه واعطاء الفرص. لا هو كمان في نقطه والله، ومش عشان هو موجود برضه يعني، لا احنا ممكن نخليه يتمشى شويه انت لو تفضل تشرب حاجه بس، احنا ممكن نطلع الرياض نتكلم نعرف نتكلم لاننا مش واخدين راحتنا. هو قاعد لا يستاهل، هو يستاهل. طيب لا لا هو كمان في نقطة إنه أنت الفيلم ده أنا بتهيألي من 20-30 سنة أظن ما فيش فيلم فيه كمية ضيوف الشرف دي. صح. أنا ما شفتهاش. صحيح. خد بالك كل الناس دي جاية حبا في أحمد فهمي ده بجد، لأنه هو جامل ناس كتير جدا جدا، وقف جنب ناس منهم أنا، منهم أنا نفسي شخصيا. لا يا عم ازاي ده يعني. صح. والله مش كلام يعني، عشان يبقى كلام، انا بتكلم دايما على اسس وانور، وسيبك من ان هم اصحابي خالص، الناس دي موجوده جدا جدا. لا لا بجد والله. لا مش صحيح، مش صحيح كلام. صحيح. وانا اصلا مش مجامل، ده انا عندي مشاكل كتير قوي عشان مش مجامل عشان لساني يعني بقول اللي انا عايز اقوله. انا من زمان، من اول ما كان في مسرح مصر، حتى لما كنت بقول لهشام وشيكو كنا بنعمل البرنامج ناجح جدا اسمه الفرنج، بس كنت ابص على الفيوز الاقي حاجه اسمها مسرح مصر جايبه 4 أضعافها. صحيح. فده مش عيب ان انت تتعامل مع الواقع عامل ازاي مهما كانت نجوميتك في نجاح ملموس في الشارع. أكيد. فلما كنت بروح اتفرج انا من جمهور اصلا مسرح مصر، وبعالي بخاطر بكل الناس اللي عندهم، فانا فعلا بتبسط لما بشتغل معاهم. يعني انا هقول لك مثلا اسس بدا معايا السكريبت من بدري. يعني كنت انا موسوس قوي في الشغل، فيقعد يقول لي كفايه يا فهمي السكريبت حلو. روح نام وارتاح. بعدين انضم وبعدين بدا ينضم انور. يعني في مثلا مشهد بيطلع في الـ في الـ في البرومو، المشهد اللي هو بيقول كل دول عند مراتي امال مين في اون سبورت، المشهد ده كان مكتوب مشهد خيانه عادي. انور لما جه قلب المشهد تماما كسكريبت رايتر، يعني مش حتى كممثل. ان احنا نعمله بلعيبه كوره، فهم الانبوت بتاعهم. أكيد. غير ان هم ممثلين جامدين كبني ادمين كرييتيف. نعم. مختلف عن ناس كتير قوي في السوق. طيب خلونا نتكلم عن الأغنية حقت الفيلم قبل ما يداهمنا الوقت. انتشرت بشكل كبير، هي كانت بصوت أحمد سعد واختياراتي مدمرة حياتي، وكمان هنا زاهد. فكيف كانت الأغنية، يعني كيف كان تأثيرها على العالم؟ مرة قوي. وأهمية أنه الآن كثير نشوف أي عمل دائما في أغنية، أحيانا الأغنية تشتهر قبل العمل. طب. بالنسبة لكم يعني كممثلين، هل يهمكم هذه الإضافة ولا ثانوية بالنسبة لكم؟ أيوة ده كنا احنا بنحاول نسأل أنور الأغنية دي جبناها إزاي أصلا. الأغنية دي لا قعدنا فيها كتير، نروح ونيجي في اختيار حتى مين اللي يغني وبعدين مين اللي يكتب. هم ظهر يعني خلوك في الفيلم لأنه قدمت خدمات كبيرة أنت. بتكلم كتير. فلو باختصار تخبرنا القصة وكيف أضفتوا الأغنية لل. بص هي الأغنية باختصار، إحنا كان إحنا عندنا سفرية في اليونان. نعم. فكان فكرة إن يبقى في حد مطرب يجي يغني أغنية في اليونان تبقى فيها شبه أو فكرة الفيلم، ده كان اقتراح من البداية. موجودة الدراما إن هي في حفلة مش فجأة أنت. هي موجودة على الورق أوريدي أصلا. نعم. بس قعدنا كتير في فكرة طب مين اللي ممكن يكتب الكلام، مين ممكن يغني مين. نعم. رحنا وجينا فيها شوية، وبعدين في الآخر استقررنا أحمد سعد، مش عشان أحمد سعد الله أكبر الفترة الأخيرة، لو غنى جورنان هينجح. فاهم بجد بسم الله ما شاء الله. ودي حاجة غريبة، أنا عايز أقول لك لما البرومو نزل كان في 15 ثانية من الأغنية بس حتة صغيرة. نعم. دي نجحت نجاح غير طبيعي لدرجة إن كنا عايزين ننزل الأغنية بسرعة يعني تلحق تنجح زي الحتة دي. نعم. الحمد لله يعني. لا لا ما شاء الله الأغنية نجحت نجاح كبير. أحمد ما حاولتوا إنه تنزلون العمل في السباق أو في العيد ولا أجلتوا؟ كان في استراتيجية معينة على الموعد؟ إحنا في مصر نزلنا في العيد. في العيد. نزلنا في العيد عادي. نعم. في المنافسه يعني، ويمكن ده اقوى موسم حصل من 20 سنه مثلا. صحيح. مصر الاربع افلام كبار
لكن هو وفي الاخر هو برضو المنافسه كانت مع ناس مش من جيلنا يعني. نعم. برضو انت الناس كلها كانت بتشتغل من قبل ما انت تطلع او تمثل. صحيح. فالمنافسه صعبه بس كنا مصرين ان احنا ننزل. مش فكره مين يسبق مين ومين ما يسبقش. نعم. فكره. نعم. ان انت تنزل وتثبت نفسك في وسط موسم قوي لانك لو. نعم. نزلت موسم ضعيف. صح. هتطلع. صح. الاول وهتبقى بفرق كبير. لا انا عايز اختبر ده الزحمه. في الزحمه. راضين على الارقام اللي فندم؟ راضين عن الارقام الحمد لله جدا. احنا عاملين ارقام كويسه جدا في مصر ما شاء الله. طيب بالنسبه لاحمد انت هذا التعاون الثالث مع زوجتك هنا الزاهد. أي. طبعا انا مره احبه والاول. أي. السينمائي الاول السينمائي. فكيف كان التعاون يعني في هذا الفيلم؟ هي هنا ممثله جامده جدا وده يعني مش يعني. هي ممثله جامده فعلا في كل في اي جونرا بتعملها يعني. حتى لما بتعمل رومانس بتبقى شاطره جدا. بتعمل اي حاجه بتبقى شاطره. الكوميدي بقى بالنسبه للبنات بيكون صعب قوي بالذات لو ازاي تقول الافيه. صح. نعم. حتى كان لسه بيتكلموا أسس وأنور ان هي بتقول الافيهات زينا عادي زي يعني فاهمه. نعم. نعم. هي فاهمه وزنه الافيه بالظبط رايح فين وجاي منين بس واحنا كلنا بنخاف منها في اللغة كلنا. احنا نتمنى لكم التوفيق.